مساء الخير. الجلوس مع ضيفي لهذا اليوم هو كالجلوس في حديقة ملأة بالزهور على مقعد جميل. زهور متعددة ألوان وأشكال وروائح مختلفة. قد لا أدري أو لا أعلم ما هي أسمائها، ولكن الرائحة الجميلة وعبقها الذي يتسلل إلى أحشائي يزيدني فرحا ويزيد روحي استقرارا. هذه الزهور هي العطاء، هي بذور العطاء لضيفي لهذا اليوم. هذه الزهور وهذا نبع العطاء جاء من سيرة علمية طويلة جدا، جاء من عمل متفان قل وندر أن نراه في هذا الزمن. بكل فخر وبكل سعادة يسر أن يكون ضيفي لهذا اليوم الدكتور صبري سالم. صبري مسلم حمادي، أهلا وسهلا فيك دكتور صبري. يا أهلا وسهلا، شكرا على هذا التقديم الجميل. الله يخليك دكتور عبد الوهاب. دكتور صبري، للأماني عندما قرأت سيرتك الذاتية في الجوجل، يعني وبدون مجامل وبدون نفاق، كنا نتحدث عن نفاق، يعني دهشت. وأنا كان المفروض أني أنا أقوم بهذا التقديم، ولكن يمكن أحتاج لحلقة كاملة أن أوجز هذا الإنجاز الرائع وهذا العطاء، ليس فقط من ناحية الكم وإلا من ناحية النوع، في مجالات متعددة، ليس فقط على مستوى الأداء الكتابي والتأليف، وإنما أيضا على مستوى المراكز والمناصب التي يعني تبوأتها في خلال مسيرتك العلمية الطويلة. فيك تعطينا نبذة بسيطة عن حياتك العلمية ويعني مراكزك التي اشتغلتها في الجامعات والمعاهد، خلينا نقول العربية؟ نعم دكتور، حقيقة أنا أكملت البكالوريوس في الجامعة المستنصرية، وحينما أكملت البكالوريوس بعدها مباشرة سافرت إلى جامعة القاهرة حيث أكملت الماجستير. كان الماجستير في موضوع أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية، هذا هو موضوع رسالة الماجستير بجامعة القاهرة. بعد ذلك عدت إلى العراق وأكملت الدكتوراه بجامعة بغداد في موضوع صورة البطل في الرواية العراقية، أيضا نفس الميدان. وعينت في جامعة الموصل لأكثر من 12 عاما. خلال وجودي في جامعة الموصل كنت حقيقة في البداية يعني أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، ثم درجة أستاذ عام 1995 كان لدي. وبعد أن غادرت جامعة الموصل بعد أن حصلت على الأستاذية هناك، ذهبت إلى اليمن حيث اشتغلت بجامعة ذمار جنوب صنعاء. كنت عميدا لكلية الآداب لمدة 3 أعوام، ثم رئيسا لقسم اللغة العربية لمدة 7 أعوام. بعدها مباشرة 2009 جئت إلى هنا إلى هذا البلد حقيقة الآن، ومنذ 5 أعوام أدرس في واشتناو كوميونتي كوليج قسم الدراسات الأجنبية، أدرس اللغة العربية، وهو هذا ما تمنيته حقيقة لأني أحب التدريس كثيرا. طب في هناك تايتل أنت ما ذكرت لي، وأنا بعرف أنه أحد الناس سماك في البطل الشعبي. نعم حقيقة، لأن أنا أكتب في مجال فولكلور، اشتغلت أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية، فهذا الرجل المؤرخ موصلي اسمه إبراهيم العلاب فكتب شيء طريف ونشره على جوجل أنه هذا البطل الشعبي هو صبري، لأني حين تركت جامعة الموصل كان هناك أساتذة زملاء يأتون إلى جامعة الذمار، وأنا هناك يعني كنت أرحب بهم وكنت أحتفي بهم كثيرا لأنهم زملائي بجامعة الموصل. فالرجل كأنما رد للجميل كتب عني هذا الشيء الجميل. يعني يليق بك أن نناديك الأستاذ الدكتور البطل الشعبي الدكتور صبري مصطفى حمد. أهلا وسهلا فيك دكتور. الله طبعا
من المطالعات البسيطة في عندك أكثر من مؤلف وأكثر من كتاب. إحنا طبعا راح نشير إلى هذه الكتب، ومع أني يعني أتمنى أن يكون هناك حلقة أخرى معك، لأنه حتى نعطيك حقك. نعم. أوكي، لا أعتقد بأن حلقة واحدة كافية. هناك لك كتاب اسمه النقش المسحور. نعم. وهو صادر في جامعة دمار في اليمن. فيك تعطينا فكرة عن السحر من خلال هذا الكتاب؟ نعم، النقش المسحور هو هذا الكتاب، يعني من إصدار جامعة دمار، ويتضمن مجموعة من الدراسات في مجال الأنثروبولوجيا. وإن كنت أنا متخصص بالأدب العربي حقيقة، تحديدا في الفن الروائي، لكن أنا أحب الأنثروبولوجيا لأنها جزء من تخصصي في الماجستير. أخذت أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية. وقبل أن أنشره حقيقة، أن أنشر هذا في كتاب، كنت قد نشرته في مجلة محكمة من أجل الحصول على الترقية. هي مجلة اسمها الثقافة الشعبية، تصدر في البحرين. نعم. وهذه المجلة حقيقة احتفت بالبحث ونشر هنا في هذه المجلة، وأنا أيضا أعتد به لأنه حقيقة من البحوث التي فيها يعني حديث الساعة، يعني حديث اليوم، لأن كثير من الناس في هذا القرن، يعني القرن 21، يؤمنون ببعض مظاهر السحر. نعم. فمن أجل هذا أنا محتفن بهذا الموضوع. هذا الموضوع. نعم. تحدثت عن الأنثروبولوجيين. نعم. ونظرتهم للسحر. هل هناك أقسام للسحر من وجهة نظر الأنثروبولوجيا؟ نعم، حقيقة أنا معجب بجيمس فريزر. جيمس فريزر أنثروبولوجي معروف، صاحب كتاب اسمه الغصن الذهبي، جمع فيه كل تقاليد وطقوس الإنسان البدائي الأول. وأحب أيضا الكتاب له كتاب آخر جيمس فريزر، هو الفولكلور في العهد القديم. أحب أنثروبولوجيا آخر هو ليف بريل، لديه كتاب اسمه العقلية البدائية. وأيضا أتابع ما كتبه الفولكلوري المصري دكتور أحمد أبو زيد، كتب كتاب عن تايلر معروف دكتور أحمد. المهم وجهة النظر هذه تقول أن السحر حقيقة هو بداية التفكير البشري. يعني الإنسان أول خطوة بدأ فيها يدرك العلاقات بين الأشياء هو السحر. يعني المرحلة السحرية هي جذر التفكير البشري. صحيح هو الآن غير مناسب، لأنه هو ربما تكون هذه العلاقات غير منطقية من وجهة نظرنا نحن، لكن هذا الكلام عن الإنسان البدائي. وانتقل بعد ذلك الإنسان، الفكر الإنساني انتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة أرقى، هي مرحلة الدين حسب وجهة نظر طبعا الأنثروبولوجيين، ثم مرحلة الفلسفة اللي هي أرقى، ثم مرحلة العلم الحديث، لأن العلم الحديث يعتبر هو أحد أبناء الفلسفة، باعتبار أن الفلسفة طرحت أسئلة عامة مثل ما هي الحياة، أجاب العلم بأنها مثلا الخلية الحية، شرح الحية الخلية الحية إلى مثلا سيتوبلازم بروتوبلازم إلى آخره. وحينما سألت الفلسفة ما الكون، هو حلل الذرة واحدة، قال عليه نيوترونات وبروتونات وإلكترونات إلى آخره. المهم سحر دين فلسفة علم، هذه حسب وجهة نظر الأنثروبولوجيين. لكن المفاجأة أننا هذه المراحل الأربعة قد توجد جميعها، يعني الأربع مراحل في ذهن بشري واحد يعيش الآن هذا اليوم يعيش. يعني ممكن واحد مثلا يتطير حينما يرى مثلا قطة سوداء مثلا على سبيل المثال، أو مثلا هو يسمع نعيب غراب يتطير أيضا، يتطير بمعنى يتشاءم. يتشاءم. لكن هو متدين أيضا، ممكن يعني يصلي أو يذهب إلى الكنيسة مثلا، وهو ممكن أيضا له فلسفة خاصة بالحياة أو يحب فلسفة معينة، وهو ممكن يقود طائرة أو ممكن مثلا يدير كمبيوتر. يعني هاي المراحل الأربعة ملخصة في شخصية هذا الإنسان. يعني من طريف ما يذكر أنا ذهبت إلى ماليزيا، فرأيت أحدهم يعني يضع يعني شيء أخضر هكذا على جبهته، وهذا معتقده، يعني أنا أحترم كل المعتقدات. وهو كان يدير كمبيوتر، يعني كمبيوتر تدري إنجاز عصري ممتاز. فأنا ما سألت يعني استغربت أنه يضع هذا،
يبدو أنه يضع فضلات البقرة يعني لأنه يقدس البقرة على جبيننا. لكن في نفس الوقت هو يدير جهاز حديث. يعني هي المسألة أن هذه المراحل الأربعة يعني سحر دين فلسفة علم ليس هناك حد فاصل بينها، فممكن الواحد يعني يعود إلى الجذر ويفكر الطريقة سحرية، لكن في نفس الوقت هو متدين، هو متعلم وهو أيضا متعلم. وبشأن سؤالك عن تقسيمات السحر، حقيقة السحر قسم تقسيمات كثيرة، لكن يمكن أهم تقسيم للسحر هو أنه سحر محاكاة أو تشابهي يسموه، والسحر اتصالي أو سحر تلامسي يسموه. المحاكاة كل الشعوب كانت يعني مرعوبة من مسألة جد بمعنى يعني نضوب المطر، الطبيعة تشح بالمطر، فجميع الشعوب تقريبا لديهم طقوس بهذا الصدد. يعني حتى الشعوب الأوروبية هنا يعني كل الشعوب بداياتها واحدة. يعني مثلا واحدة من الطقوس أنه صبية أو صبي ويلبسوه يعني أوراق الشجر رمز للحياة والخضرة، ويصبون على رأسه الماء كي يحفزوا الطبيعة على أن تمطر، مع أنه هذا لا علاقة له. يعني التفكير المنطقي الآن يقول أنه هذا الطقس أو هذه الشعيرة يعني كصلاة الاستسقاء في الدين، أحسن صلاة الدين صلاة الاستسقاء بالضبط. هذه لا يعني هذا السحر المحاكاة هذا لا علاقة له بالمطر بالواقع. نفس الشيء عن السحر الاتصالي، يعني لما تأخذ خصلة من شعر، لذلك الإنسان البدائي أو بعض الشعوب تحرص على أن فضلاتها أو بقاياها تحرص عليها كثيرا، خشية من أن يعمل عليها سحر. يعني خصلة الشعر ممكن تحطم على أساس شخص من وجهة نظر البدائي. أين نضع اللي بكونوا بدأت تعمل سحر لجوزها ولا لحماتها؟ نعم بروح بأخذ الشيء من ملابسه. أحسنت هذا تقسيم آخر، هو سحر أبيض سحر أسود. سحر أبيض معناه محبة مثلا أو كذا، يعني أنت معجب مثلا بفتاة جميلة ممكن يعني تسخر الجن حتى إيه فيك مشروع. هذا من وجهة نظر البدائي طبعا، من وجهة نظرنا. والسحر الأسود لا، هدفه التخريب حتى تصير تحبه، يعني بروح تدمير بجيب له السحر. نعم. الآن مثلا قراءة الأبراج يعتبر سحر أبيض على أن لا تؤمن به. قراءة الفنجان مثلا سحر أبيض لكن على أن لا تؤمن به، يعني تسمع لكن طيب يعني هو يعني واضح انه طبعا السحر يستخدم اما للمحبه واما للكره. نعم. وذكر حتى في الدين الاسلامي، واعتقد جميع الاديان تركوا انه يعني في هناك بيعمل السحر للتفريق. نعم. طيب وشو راي الدين الاسلامي بالسحر عموما؟ على وجه العموم هو يعني الضلال، يعني الضلال عكس الهدايه. نعم. ودليل ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد إن الساحرات يبدو أنهن ينفخن في مثل العقد كذا ويقولن كلاما غير منطقي أكيد. والدليل أيضا لدينا سحرة فرعون على أساس مدانين. أما يعني لو تحاجج متدين يقول له زين جيد، عصا موسى أيضا كانت سحر اعتبار ألقى عصا فتلقفت بقية الأفاعي. نعم. يقول لك لا، عصا موسى هي معجزة وليست سحرا من وجهة نظر المتدين. يعني مع انها ذكرت فألقى السحرة، يعني بمعنى هو يعني بالقرآن الكريم يعني رب العزة ذكر السحر بكل وضوح. اي هناك فرقتان، احدى الفرق تقول السحر ليس له اي تأثير البتة على وجه الإطلاق، واما ما ورد في القرآن كما تفضلت فهو القرآن حمال وجوه، ما تدري ربما ابتكروا آنذاك زمن الفراعنة أسلوب أنه تلقي حية بحيث تتحرك وكأنها أفعى ربما. لكن موسى لا، موسى لديه معجزة يعني من الله كونه نبيا. فهناك فرقة في الإسلام تعتقد بأنه لا أثر للسحر على وجه الإطلاق إلا في حالة واحدة، أحيانا الساحر خريف يعني يضع مادة كيميائية سواء أو مادة من الشجر اللي تعرف أحيانا مخدرة أو كذا، يكون لها تأثير سيء طبعا على الشخص اللي أجري عليه السحر. عدا هذا لا تأثير البتة. هاي من وجهة نظر فرقا من الإسلام، وهنا تفصيل في البحث. هناك فرقة أخرى لا، تقول أنه هناك تأثير للسحر
بس بالإسلام يعني بالدين، وأنا يعني مش حافظ كل آية، ولكن ذكرة بما معنى الآية أنهم يفعلون به ما يفرقون بين المرء وزوجه ولكن بإذن الله، يعني ذكر بأن السحر موجود في القرآن. بالضبط. طيب نيجي للسؤال الحامي. نعم. ما يهمناك يعني كقضية مجتمع، يعني هو قضية السحر. نعم. تتعاطف يعني برأيك شو انعكاس كل هذه القضايا، أنماط السحر الأبيض الأسود، شو انعكاسها على جاليتنا يعني؟ نعم. من خلال ملاحظاتك في أمريكا هنا، وإذا نعم. صار معك أي مواقف كمان يعني. نعم. حقيقة أنا جئت قبل 6 أعوام، باليوم الثاني لمجيئي لاحظت كارت يعني استغربت، قرأت فيه أم كذا، لا أتذكر الاسم، حتى لو أتذكره لا أذكره يعني، يعني أنه أم فلان تقرأ الفنجان وتقرأ الكف وكذا كذا، ويعني كان ما دعاية في دعاية في الجريدة يعني. لا والله كرت شفته يعني كان أبيض كذا. وهل تؤمن بالحظ؟ والإنسان الشعبي يعني خصوصا في مجتمعنا العربي على وجه العموم يعني بعضهم يعني خصوصا هو السحر يحتاج إلى مجتمع متخلف كي يتفشى فيه، فيعتقدون أنه الحظ شيء. طبعا هو الحظ لا يعني شيء، يعني بالنسبة للتفكير العلمي ليس هناك شخص عنده حظ وهذا شخص ما عنده حظ، لا صح، احنا هناك شيء اسمه المصادفة، وانت اذا كنت على استعداد لاستغلال هذه المصادفة هذا ليس حظا. لكن حينما طرح السؤال كان سؤال لطيف، وذكرني بالمعتقد الشعبي وبحكاية شعبية معينة حقيقة، اللي لاحظ الجذور الاعتقاد بالحظ، مع انه من وجهة نظري ليس هناك شيء اسمه الحظ، لكن في الحكاية الشعبية أنه أحدهم كان يعتقد يعني لأنه يشتغل أشغال، والأشغال لا تنتج شيئا، فهو يعني صارت لديه قناعة أنه هو حظ في خلل يعني، فشاف في المنام طبعا شيء اللي تفكر فيه ترى في المنام تسايكولوجي. لا لا بمثل بيحكوا العبان من حسين بتحلم فيه بالليل. بالضبط. نعم. فرأى أنه هناك حنفية وصنبور ماء، حنفية يسموها، أنا بالعراق يسمي حنفية صنبور ماء، ماء يتدفق. فسأل قال له هذا إيش هذا الحنف؟ وفي صنبور إلى جنبه ينقط تنقيط يعني نقاط. قال له هذا جارك، هو لديه جار غني جدا. هو مسكين هو بنقط كده. تمام. فجلس يعني منزعج وراح يصرخ يعني فقط صوابه. كما تقول الحكاية الشعبية طبعاً. أي أوكي. أنه يا ناس الحظ ترى كل واحد وحظه وكذا، أنا رأيت حظي حظي نقط نقط كذا. سمعه الجار الغني. قال له إيش القصة؟ قال له أنا يعني حظي أنا رأيته يعني نقط كذا كذا. قال له يعني أنت لما يكون عندك كم تعتبر نفسك غني؟ قال له والله مثلاً على سبيل المثال $2000. قال له جيد يا حظي يا كذا. راح دخل للبيت جاء قال له هاي $2000 من عندي وأمام الناس جميعا للهو خاف يسكر حنفيتي يمكن قال أخذهم ورجاء بعد لجيب طاري ذكر هذه الخرافة اللي اسمها الحظ. فهو أخذ الـ2000 ما مصدق، قال له ما طالبني من قال يا ناس ما في حظ. هو بهالكلام ما انتبه هناك حفرة جنبه، وقع بالحفرة ومات. شوف جذر المعتقد الشعبي أنه الواحد حظ حظ واحد حظ حظ. بس أنا بلاحظه أنه يعني كنت أقرأ وما راح أذكر اسم الشخص اللي معلن في الجريدة يعني حتى ما نعمله دعاية، وإذا عملنا دعاية بدي يعطينا حصة شوي. كان أحد الناس معلنين في الجريدة في الصحف المحلية اسمه وقارئ الكف وقارئ الحظ وقارئ الطلع. والغريب أنه رغم أنك تتعامل مع ناس متدينين وناس مثقفين، إلا أنه يجد في هناك توجه لهؤلاء الناس والإيمان بما يقولوا. يعني أنا حصل معي في يوم من الأيام ظرف معين طلب مني أني أسأل أحد الناس العرافين يعني أو أحد الناس السحرة. يعني يبدو أن هي كانت تشكل فلسفة مجتمع. نعم. لا هي بالضبط بالضبط جذر التفكير الإنساني. أحيانا الذهن البشري يذهب إلى جذور يعني هو غير ملائم، إن الآن نفكر تفكير سحري لأنه هذا التفكير غير منطقي، لكن
العقل البشري، جذور العقل البشري هذه ربما هذا حنين للجذر هذا. نعم، لكنه يظل هو. تخيل أنا حقيقة الآن أسمع عن ابن خلدون، عندي دراسة عن ابن خلدون فولكلوريا، حقيقة رجل في غاية الذكاء هذا الرجل. حتى أنا الآن سمعت وقرأت أنه في الفيسبوك أنه اختير كتابه كأفضل مقدمة كتاب، مقدمة ابن خلدون. نعم طبعا، حقيقة هو مقدمة ابن خلدون فيها شيء، أنه هو كان أحد الكتاب يكتب للأمراء، فهو يعني يعمل خدعة لهم، يعني يكتب شيء أنه أنت ستصبح كذا كذا، ويحصل أن بعضهم دائما الساهر هكذا، بس هذا مو ساهر، هذا معتاد، فيجيب أوراق يعني ويدعكها وكذا كأنما هي مكتوبة من زمن وكذا، فيخدع الأمير بحيث يغدق عليه العطاء وكذا. فمن ذاك الوقت كان موجود هذا التفكير، يعني التفكير بالجذر أو طفولة الذهن البشري، فكطفولة الذهن البشري احنا نتقبلها لأنها موضع دراسة، أما أن تكون الآن هي غير صالحة الآن أبدا، وهي مظهر من مظاهر التخلف طبعا. بس يعني أنا بشوف ودي بسمعه ودي بلاحظه أنه في هناك لنقل، هل كتابة الحجابات هو جزء من السحر ولا يختلف؟ لا هو نفسه بشوف أنا الحجابات. يعني اللي بلاحظه أنه في هناك توجه يعني واضح في كثير من جاليتنا لنقل المهاجرة واللاجئة، يعني نحن اللي جينا وأنا محسوب من الجماعة هذول طبعا، أنه في يعني بيسيطر على كثير من تصرفاتنا، بيأثر على كثير من تصرفاتنا اليومية. يعني مثلا إنسان، لنقل إنسان مريض تعبان، ربما الأسهل والأسلم أنه يعني أن يعزو هذه قضية المرض للسحر بدل من مواجهة الحقيقة بأنه الإنسان مريض. فهذه صارت أنا أعتقد يعني لا ترى في هذا تأثير على الطريقة الصح لمعالجة المشكلة. نعم، يعزوها للسحر دائما انه مسحور او مكتوب له حجاب. اي هذا حقيقه التوعيه، يعني التعليم، يعني انت مستوى راقي من التعليم مستحيل تفكر في هذا، واذا فكرت فينبغي ان تدرك ان هذه مساله يعني كان يعني تتيمن خيرا بشيء او كذا، لكن لا ان تتخذه على اساس هو حقيقه. الحقيقه هي شيء له علاقه بالعلم الحديث الآن لأن نعيش هذه المرحلة، أما أنك تعود هذه عودة ولا أساس لها من العلم أو ليست من الحقيقة في شيء. يعني رسالتك كباحث إنه لمن يسمعنا ويشاهدنا بأنه هذه قضية السحر قضية يعني غير صحيحة، والتداول معها يعني يمكن من أصعب المهمات علي وعليك في هذا اليوم. إحنا حقيقة إن نخلي الناس يقتنع بهذا الشيء، لا خطيرة الشغلة، خصوصا إذا كان الساحر خبيث ويضع مادة، ربما مادة كيميائية أو نبات أو كذا للشخص الذي يقع عليه تأثير السحر، لأنه قد يكون هذا تأثير مدمر، قد يكون له علاقة بصحة الشخص الآخر هذا، لكن هو مرفوض نهائيا طريقة التفكير والآن في هذا العصر. هو يعني من خلال ملاحظاتي ومن خلال بعض ما ذكر أمامي، هم يتمتعوا بذكاء شديد وحتى عندما يطلبوا من الناس شيء معين أثر إنهم يجيبوه، يطلبوا أشياء معقدة، مثلا خلينا نقول سحلية حبلة مثلا، أو خلينا نقول دجاجة برجل وحدي خلقت، فهم يعني يعرفوا شو بيعملوا ويتعاملوا مع الناس بناء على شو ثقافة الإنسان المقدمة. استغلال يعني استغلال ونصب فعلا. تذكرني ب سمي عرق سواهلي، يعني أحد عظام الهدهد على أساس له علاقة باستمالة النساء، فترى الإنسان الشعبي يبحث عن هذا الهدهد وهذا العظم تحديدا. صدق؟ هي هذه معتقد شعبي ويسموه عرق سواهلي عندنا، وهذا اللي من يحمله يعني تجري وراءه الإنسان. ليس هناك طبعا أساس لهذا. الساحر لماذا يلجأ إلى هذا؟ سؤال ذكي. مثلا يقول لك كبد دجاجة سوداء مثلا، وفي ليل مظلم و
ليلة خميس أو جمعة وتجري كذا كذا، لأنه إذا فشل يقول لك أنت ما أجريت، ما لم تطبق، لم تطبق بشيء صحيح، وبتم الرهان إنه يمكن تزبط لحالك. إذا حصل الاحتمال، الاحتمال أحيانا 50%، إذا حصل هو يشبر صدره. ولذلك المتدين لا يحب الساحر، لأن الساحر داعي، في حين المتدين مسكين يعني يقول لك كل شيء هو حكمة الله. يقول له مثلا هذا الزلزال قتل الطفل، قتل الشيخ، يقول لك هذا حكمة الله، هو خلق وهو يأخذ. لكن الساحر داعي، يدعي أنه هو يتحكم بالجن والشياطين ويتحكم مصير الناس على أساس. أعجبتني عظمة الهدهد هذه يا جماعة، اللي عنده اللي عنده عظمة الهدهد يتصل فيه، لا يتصل فيه، شوفنا بعضه. على كل حال سنعود لاستكمال الحوار الشيق مع الدكتور صبري مستر حماري بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، مرة أخرى نرحب بكم وعودة على بدء للحديث الشيق مع الدكتور الأستاذ الدكتور والبطل الشعبي صبري مسلم حمادي. طبعا كل الحديث كان هذا عن شيء من الكتاب اللي هو كتاب النقش المسحور. دكتور صبري، عندك أنت أكثر من مؤلف، فيك تعطينا نبذة هيك مبسطة عن المؤلفات اللي أنت قمت فيها؟ نعم، الحقيقة كان كتابي الأول اللي أحببته يعني، وكان احتفيت به يعني، الزهرة الأولى في في بستان عطائي. الله يسلمك، الله يخليك. اللي هو أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية. جميل. صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 1980. 1980. نعم، هذا طبعة الأولى، وتخرجت طبعة ثانية من الكتاب. رائع. هذا هو تقريبا شغلي بالماجستير، بس طورته إلى كتاب. التراث الشعبي في الرواية العراقية الحديثة. يعني هل هذا يعني أقدر أفهم من هذا أنه تتحدث عن التراث موروث الشعبي في في الرواية العراقية؟ الرواية العراقية، الرواية هي القصة الطويلة. نعم، القصص الطويلة اللي كتبها الروائيون العراقيون كتبوها بحس تراثي، بمعنى أنهم عادوا إلى الحكايات الشعبية الأصيلة القديمة، وبعضهم صاغوا منها رواية. وهذا شيء يعني ليس فقط بالنسبة للرواية العراقية، عندي يعني استنبطوا الرواية من التراث. مثلا جيمس جويس، هذا رواية إنجليزي مشهور، كتب رواية مهمة اسمها يوليسيس، اعتمد على الأوديسة، أوديسة اللي كتبها هوميروس الشاعر العام الإغريق. ولا درك إذا كتب أخرى دكتور. حقيقة أنا أعتز جدا بهذا الجزئان اللي هو القصص الشعبية العراقية، من شان هيك اسميت في البطل الشعبي. أي لهذا بالاشتراك أنا والدكتور داود سلوم، حقيقة زميلي وصديقي الدكتور داود سلوم، الله يرحمه. الله يرحمه. اشتركنا في تأليفه، هذا جزء أول، وهذا جزء ثاني. طبع في قطر، كان مركز التراث الشعبي في دوحة قطر عام 1988. كان جي في بالي سؤال دكتور صبري، هل القصص الشعبية العراقية وغير العراقية هل لها تأثير في تشكيل السلوك اليومي للإنسان العربي؟ مؤكد. لا طبعا. لا أنا أقول لك شيء، يعني الأديان الثلاثة اعتمدت على حكايات، يعني حكاية آدم مثلا، أو حكاية موسى، وحكاية نوح، الكهف، إبراهيم، مريم. يعني هي الحكاية ماذا حقيقة، يعني الحكاية لماذا اتخذتها الكتب السماوية وسيلة؟ لأن هي بها رسالة وعظية، رسالة إصلاحية، وهي تماما تداعب غريزة لدينا، وأنت سيكولوجي، نعم سيكولوجيست، وهي تداعب غريزة حب الاستطلاع لدينا. يعني احنا جميعا نريد أن نعرف ماذا سيحصل بعد ذلك. ويجذبنا الأسلوب القصصي في الأكثر من. نعم، تعرف فكرة ألف ليلة وليلة. نعم أنا. وتعرف أيضا حتى حكاية آدم اللي وردت في الكتب السماوية الثلاث، أنه آدم حينما ذهب مباشرة إلى الشجرة التي حرم الله أكلها، رغبة منه في الاستطلاع، ولم يكن جائعا حينما أكل التفاحة هو آدم. هم بالتفاحة حواء، يعني فضولية
هم انت ما تقدر تدافع عن ادم دافع. نعم بس هي المتهمة حواء حكت لهم كل الدفاع. نعم بس يعني قصدي شوفوا غريزة حب الاستطلاع قوية جدا. نعم. يعني في الحكايات الشعبية يقول لك هناك 40 غرفة امام البطل الشعبي، انت تستطيع ان تدخل 39 غرفة الا هذه الغرفة لا تدخلها، هاي محظورة عليه. تلاحظ ان البطل الشعبي يترك هاي 39 يلغي 39 ويتوجه على الغرفة رقم. هي الحبكة في القصة والأسطورة. نعم. أي فالقصة القصة لها تأثير خطير، ولذلك استخدمت ك يعني كوسيلة لتربية الناس وإصلاحهم في الكتب السماوية، هذا يكفينا هذا الدليل يعني. فالقصة مهمة جدا طبعا يعني، وأنت خصوصا بالنسبة لأدب الأطفال يعني، بالمناسبة محكم جائزة الدولة قطر جائزة أدب الأطفال. لاحظ أدب الأطفال أيضا يعتمد اعتمادا كبيرا على هذا، لأن الطفل ممكن يعني تسحره بقصة، على أن كلها هدف طبعا، رسالة الرسالة متضمنة، لأنه عادة الإنسان ينفر من الوعظ المباشر. الوعظ المباشر أيضا له ميدانه، لكن ميدان الفن القصصي والروائي أنه يأتيك بطريقة غير مباشرة. بطريقة غير مباشرة وفي قصة وفي قضية معبرة بفعل. هو فيه رسالة بشكل جميل وشكل سهل. شوف في كمان كتب دكتور حقيقة أنا أشتغل بالنسبة للنقد، أشتغل على نمط من النقد اسمه النقد الأسطوري، هو تطوير لأثر التراث الشعبي في الرواية العراقية. يعني أنا مهتم بالأعمال الأدبية التي ترتكز إلى جذر أسطوري أو جذر خرافي أو جذر حكاية، يعني بترجع كمان إلى علاقة بالضبط. بالسحر يعني كن يكون لها علاقة بالسحر ممكن كخرافة ممكن. يعني مثلا أحد المؤلفين اسمه سليمان فيضي الموصلي، كان من أخوتنا المسيحيين، لديه الرواية الإيقاظية، تخيل هذه 1918، يعني الرجل كان اسمها الرواية الإيقاظية لأن يريد أن يرقى المجتمع العراقي آنذاك. أول مطبعة دخلت العراق آنذاك يمكن بوساطة الإنجليز، يعني دخلوا العراق عام 1917. فالرواية الإيقاظية هي عبارة عن حلم يعني يراه أحدهم وطور هذا الحلم سواء رواية. أو مثلا جعفر الخليل عنده في قرى الجن، يقول أنه في قرى الجن هناك يعني تنظيم وكذا وكذا، يريد أن يقول هو يعكس وضع المجتمع لكن على طريقة غير بطريقة غير مباشرة. طريقة غير مباشرة. نعم. وهي الأرسخ الأكثر رسوخا في الذهن، لأن الفن حقيقة أحيانا أنت تشوف يجري شيء لزميلك يمكن لا يؤثر فيك قدر تأثير مثلا قصة محبوكة فيها البطل نفس المشكلة، لكن يستدر دموعك، يستدر يداعب عاطفتك، يعرف كيف يستثيرك. هذا هو الفنان، لذلك هو فنان يعني الفنان الروائي أو القاص أو هو يعني. تأكيدا لكلامك، وبالمناسبة أنا نشرت يعني عن بعض القضايا بأسلوب قصصي، يعني تحدثت عن قضية الأب المدمن وعلاقته مع أولاده بأسلوب قصصي، ومش هذا رأيي طبعا، رأي كثير من الناس والنقاد أنه القصة تلبي الحاجة بتوصيل الرسالة أكثر من السرد، خلينا نقول الأحداث أو المباشر أو النصيحة المباشرة. في كمان كتب أخرى. نعم. دكتور الحقيقة أنا في اليمن هناك، واليمنيون أنا يعني أتمنى أن تزول هذه المحنة التي دعاءنا لليمن ولكل العرب الوطن العربي الذي يعاني محنة حاليا بأن يعود السلام إن شاء الله. هذه متون يمانية لبعض الإخوة اليمنيين، كتابات جميلة والله لبعضهم، فكتبت أو أشدت بها وأشرت نشرتها حقيقة. معظم اللي موجود في هذه الكتب هو منشور بالصحافة والمجلات وكذا العربية عادة. أنا أتواصل مع المجلات حتى ما زلت إلى الآن يعني. السرد وهاجس الصوت هو الحقيقة السرد وهاجس الصوت الخاص، يعني بمعنى محاولة التفرد، يعني هذه بيها حقيقة فيها دراسات عن روائيين كثر، يعني روائيين وكتاب قصة من الوطن العربي كله. هل يعني هاجس الصوت دكتور صبري أم هاجس صوت الكاتب؟ الكاتب. هاجس الصوت الخاص، معنى كل روائي حينما يكتب يتمنى أن يكتب شيئا مميزا بحيث
يكون خاصا جدا، يعني يتبين فيه ملامح وجهه أو نبرات صوته، السرد وهاجس الصوت الخاص والحرص. بدي أسألك سؤال يعني خطر في بالي، دكتور صبري مسلم حمادي، هل ولدت لتكون كاتبا أم تعلمت لتكون قاصا وروائيا؟ أنا يعني أحب الكتابة حقيقة، يعني أجد فيها ذاتي. وأنا حينما نشأت في محافظة بابل، كان جدي الله يرحمه من جهة الأم كان أيضا كاتب وشاعر، تأثرت به كثيرا. نعم. وحاولت أن أؤلف، طبعا بالبداية تأليفات بسيطة جدا، وبعد ذلك بوساطة الدرس الأكاديمي حقيقة بدأت أكتب، خصوصا بعد الماجستير يعني أكتب بطريقة أكاديمية، وأحيانا لا أكتب شيء لي أنا يعني خارج الإطار الأكاديمي. نعم. نشوف في كمان أكو عندي هذا أسوار أوروك حقيقة، هذه دراسات عراقية يعني، لأن أسوار أوروك لأن الوركاء هي عاصمة الحضارة السومرية. الحضارة السومرية نعم. والحضارة السومرية سامقة وقديمة، وهي طبعا من عرق الحضارات. نعم. وبعدها جاء البابليون، جاء الآشوريون، جاء إلى آخره. فأنا أخذت هذا يعني عنوانين، عنوان أسوار أوروك ثم قراءات في السرد القصصي. دكتور نعم. صبري، هل من خلال دراساتك و يعني منشوراتك، هل هناك قاسم مشترك في السرد القصصي بين الثقافات وبين الحضارات؟ مؤكد، يعني إذا بين الأوروبيين وبيننا طبعا مؤكد، احنا حقيقة تأثرنا بالأوروبيين. يعني مثلا احنا لدينا التراث الذي لدينا هو حكايات كثيرة بس غير منسقة، يعني تقرأ مثلا بيان التبين للجاح، تقرأ مثلا لأبي حيان التوحيدي، تقرأ حتى الوهاب بن المنبه وكذا، بدائع الزهور في وقائع الدهور، هذا يهودي وأسلم ولديه هذا الكتاب، تجد مليء يعني تراثنا حكائي مليء بالحكايات، لكن مو بدون تقنية. التقنية الفن الروائي جاءت من الأوروبيين، يعني قلدنا نماذج أوروبية في فن الرواية، وأيضا نماذج قصصية، يعني فن القصة القصيرة، وهناك فن اسمه فن القصة القصيرة جدا، وهذا حقيقة أيضا تلبية لحاجة هاي المجلات والصحف وكذا الكثيرة الموجودة، تحتاج إلى مساحات معينة من مثلا كان تملأ بقصة أو قصة قصيرة جدا، أو تملأ بجزء من الرواية وهكذا. أنا استركت النظر إلى الكتاب الآخر. نعم. وغلظت المناهج. غلظت المناهج. غلظت هل المقصود هنا فيها ما ذكرته أن الرواية أو القصص غير منظم، وهل غلظت المناهج تؤثر في رهافة النص؟ إيه الحقيقة هو النص عادة النص الناجح طبعا هو مثل طير جميل أو مثل زهرة جميلة، وإحنا يعني يعني كدارسين أو كنقاد نحن مضطرون لأن نفتت النص، معنا نقول هذا مثلا إذا قصيدة نقول هذا إيقاع القصيدة، هذه الصورة الفنية في القصيدة، هذه هنا تشبيه، هنا استعارة، هناك كذا، هذا تفتيت للنص. وعادة نطبق مناهج، لأن هناك منهج تاريخي في النقد، هناك منهج نفسي ينظر للظاهرة النفسية من خلال الناس، هناك منهج اجتماعي، هناك منهج اسطوري الذي اشتغلت عليه، هناك منهج بنيوي. فهذه المناهج كأنما مثل اللوائح، وانت تجبر النص عليها، فأنا أشفق على النص، أرى أن النص والله مجرح. وانا أشفقت عليه فهذا من الباب أقول أنه الأقيسة هذه قد لا تنطبق. طبعا العمل الإبداعي الرائع يتجاوز كل هاي المناهج وينطلق في رحاب أخرى جديدة، بحيث يحار الناقد كيف يتناول عمله. هل تعتقد أن غلظة المناهج وتقسيماتها المختلفة قد لا تعطي النص حقه؟ ربما بس هو أحيانا واضح، يعني مثلا عندنا إحنا إذا رواية تاريخية مثلا على سبيل المثال روايات جورج زيدان مشهورة جدا، جورج زيدان نظم تقريبا التاريخ العربي في روايات حوالي 16-18 رواية، فلا تستطيع أن تقرأ روايات مثلا جورج زيدان بدون المنهج التاريخي مثلا، لا يمكن.
في حين مثلا أي رواية معينة مثلا السراب لنجيب محفوظ لا يمكن أن تقرأها بدون المنهج النفسي، لأن تعتمد البطل معقد لازم تدرسه نفسيا. وبالمناسبة البطل ليس هو البطل أو العضلات كذا في الفن الروائي، لا، البطل هو الشخصية الرئيسية، يعني يكون مخبول أو منحط أو محور القصة. محور القصة، نعم نعم. وإذا المسألة يعني من الأكثر توضيحا برأيك، التي تعتمد على التاريخ أو التي تعتمد على النفس في الرواية؟ هو حقيقة إحنا طبعا لا نعلم الكاتب كيف يكتب، يعني هو يرى الزاوية المناسبة وينطلق منها. فإذا كتب بطريقة التاريخ إحنا لازم ندرسه وفق المنهج التاريخي، إذا كتب ضمن الأسطورة مثل جيمس جويس حينما كتب يوليسيز لازم يؤخذ النقد الأسطوري، هنا يحضر منهج الأسطوري في النقد وهكذا. لكن هاي المناهج الحديثة ما تتجه عادة للموضوع، تتجه عندنا المنهج البنيوي حديث جدا هذا، وهذا لا ينظر إلى تقنية النص فقط، يعني يقول لك يعني هذا النص ليس من المفروض أن يعظ أو من المفروض أن يكون فيه موضوع، يكفي أنه جميل، يعني تنظر إليه كما تنظر إلى ظاهرة الغروب مثلا أو زهرة جميلة كذا. يعني أنا صراحة أعتقد أنه في المجتمع العربي في الشرق الأوسطي قد يكون الأسطورة هي الأكثر قربا لإلنا، وحتى لو كان هناك التاريخ والأسطورة عادة ما بعرف ليش يعني كنت توجهنا للأسطورة والبطل الأسطورة أكثر من يكون البطل التاريخ أو الأحداث. شوي عندنا مشكلة مع التاريخ، أنا هيك بلاحظ يعني كعرب. نعم هذا قراءة الخاطئة للتاريخ. يعني هو شوف التاريخ جوتا غوتا هذا الألماني الرائع هذا قال ما معناه، يعني التاريخ هذا أي تاريخ لأي أمة إذا كان يعزز وضعك ويدفعك إلى الأمام جيد، لكن إذا كان يشدك للخلف اركله بقدميك واتركه وتقدم. الكتاب الأخير على ما أعتقد، نعم، الآفاق والجذور. الآفاق أيضا في حقيقة عن الأدباء اليمنيين، حقيقة كتبته صدر عن الأدباء والكتاب اليمنيين أصدروه، فاسم الآفاق والجذور، والعنوان الجانبي هو فضاءات الأدب اليمني المعاصر شعري سردي مسرحي. هذا هو فعلا أيضا من الكتب التي أعتز بها، يمكن صدر حوالي 2004. يبدو أن لليمن جانب كبير في قلبك. والله 10 أعوام عشتها كانت يعني مؤثرة. يعني نتمنى الأمن والأمان لليمن الجريح إن شاء الله. الله يعطيك العافية، يعني أنت عندك كتاب. مرحبا. بس يعني عندي كتب أخرى، هذه ليست كلها. خلينا الحلقة القادمة إن شاء الله، أنا لازم تكفيك مرة أخرى. بدي خلينا ننتقل لموضوع بالما تبقى من الوقت، في عندنا كمان أسئلة. يعني في عندنا أكثر من سؤال، بس بالنسبة لذكرت أنك أستاذ اللغة العربية، وقضية الحفاظ على اللغة العربية هو خلينا نقول هاجس كل أب وكل أم، مع إن وللأمانة مش عاملين المزبوط حتى نحافظ أو حتى أبنائنا يحافظوا على لغتنا العربية. وبالمناسبة ويجب أن أذكر هذا الشيء، لقد سعدت وانبهرت بلقائي مع ابنك رئيس الذي يكتب الشعر ويتحدث العربي بطلاقة، فكيف حصل ذلك؟ نعم. شو نصيحتك؟ والله يعني هو طبعا بدأت أن أقول أنه يعني هذا الحوار باللغة العربية، وجود فضائيات تحتفي وتهتم بالحوار العربي العربي، وجود أيضا الإذاعات العربية، الصحف العربية مثلا صدى الوطن واليمني الأمريكي والمنتدى والحدث، لأنها بعضها سطحية أنا معك، لكن تجد بعض الأحيان فيها أشياء عميقة، إضافة لأنها هذه يعني اللغة، يعني هذه تديم الصلة باللغة، صلة النشأ أو صلتنا نحن أيضا باللغة، فضلا عن المراكز العربية مثل الأكسس وسواها. يعني هذه حقيقة المطلوب منها مثلا دورات تقوية، يعني إذا أتقن النشأ يعني العربية إلى جانب الإنجليزية هذا عامل قوة بالنسبة له. بس مؤسساتنا كلها باحترامي الشديد لهم ولجهودهم الجبارة يعلموا اللغة الإنجليزية ولا يعلموا اللغة العربية. لا والله يعني هما لا يتعارضان، هو مؤكد طبعا اللغة الإنجليزية الآن عند كثير من أبنائنا يعني هي اللغة الأم ولا غير،
لكن ينبغي أن يعود الواحد أيضا إلى لغته العربية، لأن هو جانب قوة له وليس جانب ضعف. حتى على صعيد التربوي أنا أعجبتني مدرسة بنتي الصغيرة، قالت يعني حاول أن تنمي قدرات ابنتك على اللغة العربية، لأنه حسب الدراسات أنه الطفل الذي يتعلم لغتين أولا لا تؤثر إحداهما على الأخرى، وثانيا يكون أكثر وأوسع أفقا من الطفل الذي يتعلم لغة واحدة. يعني أنا أرى يعني باختصار أنه ما يجري في الجالي أننا نتعلم اللغة الإنجليزية حتى نتوافق يعني ويكون منسجمين مع المجتمع المجتمع، ولكن في ذات الوقت نسينا اللغة العربية التي هي أساس حفاظنا على تراثنا وعلى ثقافتنا العربية. نعم هذا هو موضوع الخلاف، أنه اللغة العربية حقيقة نصيحتي للأجيال أنه يتعلم اللغة العربية، يعني هو إذا كان يتقن اللغتين هو جانب قوة له. والآن هناك وظائف يعني تفترض وجود العربية أيضا، أسمع أنه يتقن العربية والإنجليزية فيمكن يكون مؤهل لوظائف وتتاح إليه فرص أفضل مما هو يعرف فقط. من الذي قال؟ أعتقد أحمد شوقي أنا البحر الضر في أنا البحر في أحشائه الضر حافظ أنا 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 البحر أنا الضر كامل فهل سأل الغواصة عن صدفاتي. يعني المشكلة إحنا ما صدفات ضايعة وما عم نسأل عنها يعني للأسف الشديد، لأن هي لغتنا ثقافتنا. طبعا في أكثر من سؤال بس أنا رح يعني أختصر وآجي للسؤال الأخير لإلك، ونأمل ونتمنى أن تكون لك لقاء آخر لتكملة ما في حديثنا ما في جعبتنا من أسئلة. بدي أسألك عن تجربتك الشخصية في المهجر. يعني أكيد هم طبعا هذا برنامجنا بيشاهدوه في العالم العربي، ألف تحية لإخواننا في العالم العربي. وإذا في حدا بيشاهدك من زملائك اللي موجودين هناك فشو بدنا نقوله؟ يعني كيف تجربتك أنت؟ والله أنا في البدء حين وصلت إلى هنا حقيقة طبعا فقط أريد أن أشير المسألة، وهي يعني هذا القانون الجميل أنك يعني تعيش هنا 5 أعوام تحمل الجنسية وتكون كأنك أحد الناس الذين لهم مثلا أبعن جد، يعني كأنك موجود عشرات ناس، يعني هذا قانون رائع حقيقة، يعني هذا قانون إنساني، يعني حبذا لو نقتدي به حقيقة هذا يعني دل على رؤية إنسانية جميلة. يعني نقتدي فيه في العالم العربي مثلا، يعني كان بدك جنسية ملي كان بدك جنسية يمني. نعم لا تتأكد أن القوانين لا تسمح بها يعني مع الأسف خصوصا مثلا جرب مثلا هاي دول الخليج، يعني تعيش 100 سنة وآخر المطاف يعني بلغة. تجربتك هنا شو بتقيم يعني حقيقة أول ما جيت يعني لم أكن قادرا على تحمل فكرة أن ليس لدي عمل، خصوصا أنا أحب التدريس أريد أن أدرس بأي شكل من الأشكال. فعدت بعد سنة عدت إلى نفس الجامعة التي كنت رئيسا لقسم اللغة العربية فيها جامعة الدمار، عدت أستاذا زائرا، يعني درست منهج البحث الأدبي ودرست مناهج النقد الأدبي وكذا، ورأسا هم يعني على خلق يعني أفسحوا لي المجال مدرس يعني تلاميذي. فالمهم بعد أن وجدت عمل هنا ومضت السنون ورأيت أنه يعني هذا حقيقة مجتمع جميل وتستطيع أن تتعايش به وأن تحافظ على يعني على صوتك الخاص كما تحدثنا الآن، يعني على الأيدي حقك، يعني على هويتك، ما المعنى في هذا؟ فأحسست الآن باستقرار يعني أنا وأسرتي بعد مرور 6 أعوام، وأرى أنه مستقبل هذه الأجيال الجاية إن شاء الله ومنهم أبنائي هو مستقبل مشرق إن شاء الله. إن شاء الله يكون. أنا أتمنى لك دكتور صبري مستقبل مشرق ويعني هو الإشراق أيضا سوف يعني يجعلنا نحن كجالي وكمان تلاميذك اللي بتعلموا اللغة العربية منك. أعزائي المشاهدين يقولون الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وأنا حظي دائما في مقابلات الجميل السيف يقطعني، الوقت يقطعني يداهمني. فكان هذا كل ما لدينا في هذه الليلة من لقائنا مع الدكتور الوطن الشعبي الأستاذ الصبري مسلم حمادي. أسعدت مساء وتصبحون على خير.